أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية بات يشكل معلما أساسيا من معالم رقي وازدهار مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهة سموها بالإسهام الفاعل للمؤسسات البحرينية في القطاع العام والخاص والأهلي، إضافة إلى الأفراد في دعم مسيرة هذا التقدم وتعزيز مكانة مملكة البحرين كأنموذج إقليمي بل وعالمي يحتذى به في مجال تطبيق سياسات علمية مدروسة ومتكاملة لدعم نهوض المرأة ومرجعا موثوقا في مختلف قضايا المرأة. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن فخر سموها بالممارسات والتطبيقات الداعمة لتقدم المرأة والتي تبنتها المؤسسات والأفراد المشاركون والفائزون بالجائزة. وقالت سموها إن تلك الممارسات النوعية جديرة بأن يتم الترويج لها عالميا عبر مختلف الوسائل، وأضافت: نقف اليوم أمام نماذج جديرة بالاحترام والإعجاب لمؤسسات بحرينية تدعم تقدم المرأة بطريقة علمية وفقا لمعايير الجائزة، بل وتساعدنا على تطوير تلك المعايير من خلال الابتكارات والأفكار التي تقدمها للمرأة العاملة فيها. جاء تصريح سموها خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالدورة السادسة لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في نسختها الوطنية في مركز عيسى الثقافي. وقالت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إن هذه الجائزة جاءت لدعم المرأة كقناة تواصل فاعلة بين المجلس الأعلى للمرأة ومختلف المؤسسات في مملكة البحرين من أجل ضمان تطبيق تلك المؤسسات لمنهجية عملية مدروسة في مجال تقدم المرأة العاملة، موضحة أن هذه الجائزة ترسم إطار عمل لمؤسسات القطاع الحكومي والخاص والأهلي وكذلك الجهود الفردية في مملكة البحرين من خلال وضع خطط وبرامج عمل لدعم تقدم المرأة والإشراك الحقيقي لتلك المؤسسات والأفراد في دعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية وإعطائهم حقهم من النجاح الذي تحرزه مملكة البحرين في مسيرة دعمها للمرأة والاعتماد عليهم في تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كدولة داعمة لتقدم المرأة. وأشارت سموها في هذا السياق إلى أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية تمثل إحدى الأدوات الفاعلة للمجلس الأعلى للمرأة من أجل مساندة الجهود المؤسسية والأهلية والفردية في مملكة البحرين لتبني وتطبيق سياسات وممارسات نوعية تهدف إلى تحقيق الشراكة الفاعلة والتوازن بين الجنسين في قطاعات ومجالات العمل المختلفة. وقالت سموها إن زيادة اهتمام المؤسسات والأفراد بالجائزة وتفعيل مشاركتهم فيها يضع المجلس الأعلى للمرأة أمام مسؤولية متبادلة من أجل تطوير معايير الجائزة والتأكد من أن هذه المعايير تواكب التطورات الناشئة على صعيد تقدم المرأة. وفي سياق ذي صلة، نوهت قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالجهود التي بذلتها لجنة الجائزة وحرصها على وضع وتطوير معايير علمية وموضوعية وقابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة، مشيرة سموها إلى أن تلك المعايير تمثل خطة عمل علمية ومدروسة ومتكاملة لتمكين مختلف كيانات المجتمع البحريني من تهيئة بيئة تنظيمية وإدارية لتفعيل طاقات المرأة البحرينية العاملة. ثم تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتكريم الفائزين بالنسخة السادسة من جائزة سموها لتقدم المرأة، حيث فاز بالمركز الأول في فئة مؤسسات القطاع العام التي تشمل الوزارات والهيئات الحكومية هيئة جودة التعليم والتدريب، ومنحت الجائزة لفئة المؤسسات الرسمية مناصفة بين كل من مجلس الشورى ومجلس التنمية الاقتصادية.
وفاز بالمركز الأول في فئة مؤسسات القطاع الخاص شركة زين البحرين. وعن فئة مؤسسات المجتمع المدني فازت الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار. وعن فئة الأفراد منحت الجائزة للأستاذة عائشة خليفة مطر، وقد جرى ترشيحها من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار. بعد ذلك ألقت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ورئيسة لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية كلمة أكدت فيها أن التوجيهات الكريمة لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وإشراف سموها المباشر على مسيرة العمل وجوانب تطوير الجائزة منذ انطلاقتها الأولى وحتى اليوم قد جعل منها تجربة وطنية ثرية نعتز بها، سواء من حيث ترجمتها العملية لسياسات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، أو من حيث قدرة أثرها ونتائجها الوطنية من إقناع الجهات المعنية بمتابعة تقدم المرأة على المستوى الدولي بتبنيها كقصة نجاح جديرة للتصدير العالمي. وفي كلمة له خلال الاحتفال أكد الدكتور معز دريد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة حرص الهيئة للمشاركة والحضور اليوم في مملكة البحرين لدعم هذا الحراك المتحضر بالمنطقة العربية، مؤكدا دعم جهود البحرين وشراكتها مع المجلس الأعلى للمرأة. وأعلن رسميا عن بدء الإعداد لأعمال الدورة الثانية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي سيتم فتح باب الاشتراك فيها خلال العام 2021 ومنحها خلال العام 2022. في نسختها السادسة كانت الأرقام تؤشر باللون الأخضر إلى تقدم المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في المراكز التنفيذية والقيادية، فالهدف الذي حملته جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية تحقق بفضل الجهود المشتركة لقطاعات الدولة الرسمية والخاصة والمدنية. لقد حرصت لجنة الجائزة واستناداً لنتائج تقييم المراحل السابقة على تطوير المعايير وإشراك أكبر للفئات ذات العلاقة، تبسيط إجراءات التقدم للجائزة، تنويع آليات التعريف بأهدافها ومميزاتها، وتوظيف أدوات لرصد وتقييم السياسات والمبادرات المؤسسية وتأثيرها على التقدم الوظيفي للمرأة وإدماج احتياجاتها في بيئة العمل. ومن أهم ما تم قياسه من مؤشرات كمية ونوعية لبيان أثر عمل الجائزة منذ انطلاقتها لوقتنا الحاضر هو ارتفاع معدل مشاركة مؤسسات القطاع العام بنسبة تقدر ب 120%، ارتفاع معدل مشاركات مؤسسات القطاع الخاص بزيادة تبلغ 300%. إن النجاح الذي حققته المؤسسات في تقدم المرأة البحرينية كان خاضعاً للتخطيط المدروس والاستشراف الاستراتيجي والقابل للمتابعة والتقييم لقياس هذا التقدم. التقدير مو حقي أنا كأفا، لا، التقدير يعني حق المرأة البحرينية، وإن التكريم إضافة معيار الأفراد لجائزة صاحبة السمو هاي معناته إنه هو حافز، وإنه هو يعني في أحد غيري سوى أشياء وبيسوي أشياء يعني أفضل حق البحرين. هاي التكريم يظهر البحرين بجانب كل التقدم اللي وصلت للمرأة البحرينية، يظهر أن المرأة البحرينية دائما في عطاء. حبيت أشكر صاحب الجلالة الملك حمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم لاهتمامها المستمر حق المرأة، والحمد لله وصلنا من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، فيعني هاي شيء احنا فخورين فيه ولنا جزيل للشكر. فوائد مثل هذا العمل الرائد هو تحفيز الجهود الوطنية الحكومية ومن قبل المجتمع المدني للمضي قدما بتمكين المرأة وضمان تقدمها وضمان حقوقها، فهو عمل رائد، مملكة البحرين رائدة فيه لوقع وفائدة وطنية على المستوى القطري وعالمية.
إن نجاح النسخة الوطنية من الجائزة وما حققته من تطور وانتقال من تمكين المرأة إلى تقدمها جعل هذه النسخة تأخذ آفاقا دولية حتى تسافر مملكة البحرين بقصة نجاحها إلى العالمية. الأرقام اليوم تحدثت بأن السياسات والممارسات الداعمة لتطور المرأة البحرينية قد تحققت بالفعل على أرض الواقع، وهذا ما كانت تهدف إليه جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.